مستطيل ان الحكم يبقى شامل الكل وكده انتوا بتضيعوا نفسكم. هو واقع هنا في نص الجراج اللي الراجل دخله ده، ده البواب مش اللي هو يواجه الله كريم وهيحاسبنا على الكبيره وعلى الصغيره. دعامه بدات انها تتحرك من قلب الدكتور ولاء، ولا زيد مش هتسيب القضيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترمين اليوتيوب. هنفضل نتكلم ونعيد ونزيد في قضيه الدكتور ولاء زيد، لان صيدلي حلوان ولاء زيد هو اخ لينا ووالدته ام لينا الحاجه امال والده الدكتور ولاء زيد. يمكن احنا هنتكلم على المهاترات او الاصطدامات اللي حصلت على السوشيال ميديا قريب من خلال 73 ساعه وهي اختلاف وجهات النظر، سواء داخل فريق الدفاع اللي بيتولى قضية الدكتور ولاء زايد أو تضامن المستشار مجدي الأدوش. لكن إحنا يا جماعة تيم واحد، فريق واحد. يمكن حضراتكم شايفين على السوشيال ميديا ما شفناش عم ولا خال ولا ابن عم ولا أخ ولاء زايد. يمكن الدكتور ولاء زايد ليه إخوات من الأب، لكن يمكن واخدين جنب في القضية، يمكن مقلقين، يمكن إيه الله أعلم. لكن الست بتحارب لوحدها، الست بتجابه كل الناس، ويمكن الست والدة ولاء ما بتحاربش متهم واحد. قوة الدفاع للمجني عليه، يعني ولاء زايد حقه راجع راجع ان شاء الله. واعترافات ما بين المتهمين وبعضهم، انت اللي رميته، لا انت اللي رميته انت. ولو ولاء مات في مليون مطالب لحق ولا مين. البقرة بدأت بتحارب سبع متهمين بسبع محاميين، واللي وصل لنا ان في الجلسة الاخيرة اللي هي كانت الاولى ان كان ممكن يمكن تواجد اكتر من 15 محامي في اروقة المحكمة. ايوه في الجلسة الاولى اكتر من 15 محامي، وكل محامي ليه مكتب. يا جماعة الناس عمتها الفلوس، الناس يمكن صدمتنا بالعقول اللي هم بدأوا ان هم يتناوبوا القضية، وهم عارفين ان الدكتور ولاء مظلوم، لكن علشان اجل المال اجل للشهرة الناس بتبيع ضميرها. انما احنا كلنا النهاردة تيم واحد، سواء جمهور على السوشيال ميديا، سواء محاميين، ومش شرط مين اللي يكون في الصف الاول ومين اللي في الصف الثاني، ومش شرط ان انا اتقدم للقضية وتبناها بدون اتعاب علشان الحالة المادية او غيره، وكمان ممكن اقبل القضية علشان انا اكون في الصف الاول بدون اتعاب. احنا مش هنجرح في حد ولا نذكر اسماء حد، لكن احنا عاوزين حق الحاج امال يرجع. الدكتور ولاء زايد هاشتاج كبير جدا وحقه اتهضم. انا عاوز اقول لحضراتكم هاتوا كل واحد فينا يقعد مكان موقف والدة الدكتور ولاء. يعني ايه والدة الدكتور ولاء ما بتفكرش في القضية انه الحق يجي وخلاص؟ ايه اللي شاغل عقل وقلب الحاجة امال في قضية الدكتور ولاء انه قعد سبع ساعات كل ثانية بتعدى على ولاء؟ يا ترى كان بيعملوا فيه ايه؟ يا ترى ولاء اتمنع من الاكل والعلاج اللي كان بياخده؟ الراجل كان مركب دعامة، الراجل كان عنده علاج للقلب وعلاج للدوالي. يا ترى السبع ساعات دول والدة ولاء بتفكر فيهم ازاي؟ ده ابنها يا سادة، ده احنا لو اي ولد من عندنا يمكن انجرح جرح او وقع بنجري عليه بالمشوار، لكن دي قعدت تفكر من خلال يمكن الصفة التشريحية للطب الشرعي، كسور في الأصابع، في تهتك في الفروة، في كسور في العظام، في جروح، وفي وفي وفي، والأكل لم يمكن فطور الهضم، حاجات كتيرة جدا والدة الدكتور ولاء اتكلمت فيها، ويمكن هي الوحيدة اللي حاسة بالألم. زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده ان اي قضية بتطرح على السوشيال ميديا بتاخد وقت وبتنتهي، لكن الجرح بيفضل في قلب صاحبه. مثال على كلامنا قضية نيرة اشرف، شفناها ايامها ان مفيش قضية في العالم الا قضية نيرة اشرف، وقبلها كان الطفل ريان، وقبلها وقبلها وبعدها وبعدها بنشوف الواقع يا سادة انها قضية ما عادش فيه بعدها قضية. لكن الايام دول القضية بتنتهي ويفضل الجرح باقي في قلب اصحابه. يمكن والدة الدكتورة ولاء مش عارفة تعمل ايه، زي الغريقة في البحر بتتعلق باي اشياء. اي محامي يتضامن في القضية ويبقى عندنا بشرة خير ان هو ممكن يقدم شيء، لكن لنا عتاب على هيئة الدفاع. المفروض النهاردة اي حد يتقدم بالدفاع وبالتضامن في قضية الدكتور ولاء زي ينضم ليه، لان هناك اكتر من 30 محامي
هيكونوا موجودين في الجلسة التانية. الجلسة التانية يا جماعة يعتبر جلسة حياة أو موت، هيبقى فيه شغل كبير جدا على هيئة الدفاع أمام المحكمة، لأن يمكن مخططهم إن هم بيحاولوا إن هم يغيروا القيد والوصف. وبذكر حضراتكم المفروض إن احنا نقف مع والد الدكتور ولاء قلبا وقالبا، سواء سوشيال ميديا على أرض الواقع، محاميين، هيئة الدفاع، المفروض نكون متكاتفين مع الحاجة أمال. ليه؟ لأن الحاجة أمال هي يعتبر بتصارع الحياة وبتصارع إنها تجيب حق ابنها لوحدها، ويمكن اللي بيساعدها في الأمر ده هم المحامين أو فريق الدفاع. النهاردة الحاجة أمال هتعمل إيه؟ الحاجة أمال النهاردة وكلت المستشار نشأة عبد العليم وهيئة الدفاع، اللي يمكن قد يكون إن هم متحفظين على دفوعهم وعلى براهينهم في القضية، وده من حقهم. وإحنا كمان عاوزين نوجه رسالة لكل الناس إن إحنا تيم واحد، فريق واحد، مش شرط مين اللي يجيب الهدف، مش شرط مين اللي يكون في المقدمة. هو اللي زي في المقدمة وبيهاجم زي اللي في الدفاع في الخلف، هو بيدافع وبيحمي ظهرنا. يعني ممكن المدافعين المحاميين يكونوا في الأمام، وإحنا كسوشيال ميديا وأهل للدكتور ولاء المفروض إن إحنا ندافع من جميع الاتجاهات، ويمكن يعني هنخف شوية من تفنيد القضية، لألا إن محامين المتهمين ياخدوا حذرهم في نقط ممكن المستشار نشأة عبد العليم يكون مرتب لها كويس جدا، وهم يجهزوا نفسهم من الناحية التانية، فكده يبقى احنا شغالين في الفاضي. يمكن المستشار نشأة عبد العليم احنا طبعا مش بنقلل من قيمته او قامته، يمكن يكون عنده تحفظات كبيرة جدا عاملها مفاجأة يوم الجلسة علشان ينتصر على هؤلاء البلطجية، العيلة اللي يمكن اغلبتها تعليمها عالي لكن لا يفقه شيء عن الدين، لا يفقه شيء عن الاسلام، حتى العادات والتقاليد. يمكن النهاردة بين اقوال المتهمين في القضية الاقوال كلها متلخبطة مع بعضها، وعاوز أأكد لحضراتكم من التهم الموجهة للسبع متهمين، التهم ليست جناية إنما تهم جنح، يعني النيابة العامة والنائب العام والتحريات لم تثبت للقضية إنها قضية قتل، فالقضية كبيرة جدا عشان يرتاح قلب الدكتور ولاء ونحس إن هي حق ابنها رجع، لأن ولاء أخونا كلنا. فبلاش المهاترات، بلاش إن أنا يعني أفضل الرأي الشخصي، أفضل المصلحة الشخصية عن قضية عامة. قضية الدكتور ولاء يمكن سمعنا بعدها بحدث برضو أكتر من واقع للانتحار، وكان أسبابه برضو خلافات عائلية أو مناوشات، فإحنا عاوزين نحد من الجريمة دي علشان ما تكونش ظاهرة منتشرة تاني في المجتمع المصري. ولما نيجي نشوف قضية الدكتور ولاء في بدايتها إنها اختلافات زوجية، خلافات أسرية ما بين أسرة الدكتور ولاء زايد وأسرة رماء وحمدي وعمر والناس دي كلها، لكن هنا من منصتنا بنوجه خطاب لأسرة سيف ومهاب. سيف ومهاب المفروض أسرته منها تتحرك ويسمعوا فيديوهاتنا، لأن الجريمة لم تمثل في متهم واحد، في سبع متهمين، يعني السبع مش شالوا ولاء وراحوا رموه من البلكونة، السبع ما شالوهوش ونزلوه في الأسانسير. قد يكون في اختلاقات كثيرة جدا في القضية، لكن في متهم رئيسي في القضية، في متهم هو اللي ضرب الضربة الأخيرة، في متهم هو اللي خنق، في متهم هو اللي يمكن ابتز ولاء أكتر واحد فيهم. فازاي ان انتوا ولاء مثلا سيف او مهاب، ازاي ان انتوا تقبلوا ان انتوا تشيلوا حكم مش من نصيبكم، حكم مش من جزاء اللي انتوا عملتوه؟ فيكم ناس كانت بتنزلة تعمل تجيب عودات تمليك، عودات تنازل، عودات جواز، يعني الليلة كلها لو حكم الصدر عليكم كلكم، لان ما فيش ترتيب في الادوار بتاعتكم. وطالما النيابة العامة ما صنفتش ادواركم يا سبع متهمين، يبقى اذا انتوا هتشيلوا حكم واحد كلهم. انتوا عندكم تعليم، عندكم اهل، اسركم المفروض تفهم وتتحرك، المفروض ان انتوا من خلال محامين المتهمين اللي بيقدروا انهم يتقابلوا معهم ينصحوهم نصوحة لوجه الله لكي يكتشف الامر. ما تشيلش ذنب انت ما ارتكبتوش، لان السبعة ما موتوش ولا، السبعة ما شالوش ولا وطلعوا بيه جري على البلكونة ورموه، اكيد في واحد كان يمكن قلبه حنين شويتين، في واحد كان ضرب ضربة او بوكس واحد. يا جماعة ليه تشيل 7 سنين وليه تشيل 15 سنة؟ ولا يكون انت بقى يعني حمدي ورماء ومحمد عصام مهددين بقيت الفرقة ان انتوا لو اتكلمتوا احنا هنشيلكم الليلة ونقول لكم انتوا اللي قتلتوا وانتوا اللي شيلتوا وانتوا اللي عملتوا. لا، انت لو اعترفت يا زكي منك ليه وقلت كل حاجة هتعاد التحقيقات مرة تانية وتعاد التحريات مرة تانية، فانت يمكن اخطأت خطأ في البداية، ما تفضلش ماشي في الخطأ ده للاخر، هتحطم مستقبلك وتحطم عيلتك وهيسمع ويبقى اسمك في كل مكان المجرم فلان، المجرم سيف،
المجرم إيهاب ولا مهاب. يعني إيه؟ يعني النهاردة المتهمين المفروض النيابة العامة ما صنفتش أدوارهم في القضية، فبالتالي الحكم هيبقى عام على الكل، 7/15/20/25. المفروض ان اولياء امور او اهالي الولاد اللي هم ما اشتركوش في الجريمه بشكل كامل المفروض ينصحوا، وينصحوا اولادهم اعترفوا بالحق لوجه الله ومن حق والواجه احياء حق مات بدون اي ذنب، حق الدكتور ولاء زايد. لكن انا يمكن اللي اتوقعه ان هم طالما متحفظين على اقوالهم، والاقوال زي ما سرد قبل كده المحترم المستشار مجدي الادوش وقال ان في اقوال سيف ومهاب كوبي بسط، يعني اللي هنا مكتوب هنا والسؤال اللي هنا هو نفس اجابه هنا، يعني الناس دي متحفظه. هل انتوا بقى متحفظين خايفين؟ طب ما انتوا كده كده هتشيلوا الليله. ويمكن اللي ارتكب الجرم الكبير اللي هو يستحق انه يصنف المتهم الاول او المتهم الثاني ليه السابع والسادس والخامس يشيل جرم او عقوبه الاول والثاني. يمكن الفيديو او النصيحه اللي انا بقدمها دي بعيده عن موضوعنا، لكن انا دايما متعودين ان احنا نتكلم بحياديه ونقول الحق اينما كان. انتوا ما اشتركتوا في الجريمه بس مش بشكل كامل، واحنا متاكدين كده من اقوالكم اللي قال ان انا نزلت قعدت في العربيه، واللي قال انا رحت اجيب مكتب عقد من مكتبه فلان ورحت اجيب المأذون. يبقى انت كده يا حبيب انت مش مشترك في الجريمه بشكل كامل، يعني انت كان ليك دور صغير في القضيه. فليه ان انت تلبس نفسك حكم مش من حقك؟ ولا الجدعانة؟ خلاص يا عم طالما انت عاوز جدعانة خليك. وبرضو انا بأكد لك وبنصحك ومش هتكلم في الحتة دي تاني نهائي، ان انا واثق 100% ان هيئة الدفاع ايا كان مسماها، ايا كان الناس الموجودة فيها، اكيد مرتبين ومتكتكين ومخططين ان الحكم يبقى شامل الكل، وكده انتوا بتضيعوا نفسكم. يمكن متهددين من حمدي، يمكن متهددين من محمد عصام، لكن يعني لو جالك الطوفان زي ما احنا ما بنقول بناخد ابننا تحت رجلينا وبنطير. يمكن نرجع لمرجوعنا بقى لموضوع الحاجة ولا النهارده، يمكن في كومنتات سلبيه بتصار على السوشيال ميديا وخاصه منصه اليوتيوب، يعني يعتبر بدا الكومنتات دي تقلب شويه على والده الدكتوره ولاء، الدكتور ولاء. لكن انا باكد لحضراتكم ان والده الدكتور ولاء سيده ملامه، سيده يمكن بتحاول انها تثبت حق ابنها باي طريقه، فبلاش كفايه اللي هي فيه، بلاش ان احنا نيجي عليها اكتر من الدنيا ما جات عليها. ويمكن كمان المتهمين اللي اقترفوا الجرم وقتلوا ابنها يمكن متمسكين بآرائهم وتحياتهم لحد دلوقتي، فالست دي هتستحمل ايه ولا ايه؟ يعتبر الست دي والله العظيم انا بوصفها انها ست يمكن قوه تحملها اكتر من الجبل، انها تقعد تفكر ابنها مات ازاي. يا جماعه لو وصلتوا معايا للفيديو للحته دي اسمعوا الحته اللي انا بقول لكم عليها دي. والده الدكتور ولاء كل ما تنظر وتشوف ابن يونس قدامها بتفتكر منظر وفاة ولاء. ولاء اتقتل، مش ياريته تسم ولا اتخنق، ده اتعذب في حياته مع رماء وتعذب 7 ساعات، وكمان اتعذب بعد ما مات علشان يسبكوا الحدوتة. النهاردة قضية الدكتور ولاء من حقها انها تصعد على السوشيال ميديا، من حقها ان جميع المنصات تتكلم في القضية علشان تكون قضية رأي عام بالادب وبالذوق وبالاحترام، بدون سب وبدون قذف وبدون انتهاك حقوق اي حد من الطرفين، سواء المتهمين دفاع المتهمين او سواء دفاع المجني عليه. والدة الدكتور ولاء احنا بنقول لك وبنوجه لك رسالة ان احنا معاكي، وممنوع يا جماعة بالله عليكم بلاش حد يكتب كومنتات سيئة في جبهة والدة الدكتور ولاء نتيجة الفيديو اللي هي طلعت سجلته، لان الست دي عاوزه تثبت حق ابنها باي طريقه ما. فيا ريت يعني عاوزين نحافظ على شعور والدتنا، وعاوزين نشجعها ما بدل نقول لها كلمه يمكن تاثر من مجادفها زي ما احنا بنقول، لا عاوزين يمكن نقول لها رساله ونوجه لها دعوه بالرحمه لابنها الوحيد الدكتور ولاء، يدفعها دفعه للامام وليست راجعه للخلف. احنا معاكي ودايما مناصرين الحق في اي قضيه تنشر على السوشيال ميديا، واكيد اكيد حق الدكتور ولاء راجع لا محاله. وهنشوف المتهمين النهارده يمكن محامينهم او اولياء امورهم او اسرهم يعوا ويفهموا ان ابنهم او ابنائهم ما لهمش دور كامل في القضيه، وعلشان كده المفروض يلحقوا مستقبلهم ويلحقوا نفسهم ما بدل يطلع عليهم سوابق ب7 سنين او في قضايا قتل او في قضايا غيره. المفروض ان اسر المتهمين يتحركوا من قبل محاميهم ويخلوا اولادهم يعترفوا، لان الاعتراف من فرد واحد هيقلب القضيه راسا على عقب.
طيب رجاء اخيرا يعني ان احنا بنتوجه بواجب العزاء لوالدتنا والدة الدكتور ولاء زايد، وان شاء الله حق ابنك راجع باذن الله. واكيد يعني اختلاف وجهات النظر اللي حصل ما بين المستشار مجدي الادوش والمستشار نشأت عبد العليم اكيد هي اختلاف وجهات نظر، بس مش اختلاف في جوهر القضيه او في الدفوع، لكن احنا كلنا تيم واحد وفريق واحد. مش شرط مين اللي يجيب الهدف، مش شرط مين اللي يظهر على الكاد، مش شرط مين اللي يكون في المقدمة، يمكن اللي في الخلف يكون بيخدمني اكتر من اللي في المقدمة، يكفي ان في الخلف حامي ظهري. فرجاء يا جماعة المفروض ان احنا نناشد كل الناس، لو شفت الفيديو ده ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، عشان الفيديو ده حضرتك تشوفه وغيرك يشوفه، وقضية الدكتور ولاء تصبح وتظل قضية ترند الى ان يشاء الله بنصرة حق الدكتور ولاء. معلش انا طولت في الفيديو شويتين، لكن انا بيصعب عليا الحال ان يكون حد ليه الحق ومش قادر يوصل له، لكن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحكم العدل. وان شاء الله يمكن رساله لوالدة الدكتور ولاء: لا تقنطي من رحمه الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ان شاء الله، وما ربك بظلام للعبيد، ولا ننصرنك ولو بعد حين. يا ريت تشجعونا بالفيديو ده بالاشتراك واللايك علشان الفيديو ينتشر، ويمكن الفيديو ده يوصل لاسر المتهمين ويبداوا ان هم يفوقوا. انما الزلزال والحاجات اللي بتحصل دي اختلافات في وجهات النظر، واكيد اكيد الاخوات بيختلفوا والابناء بيختلفوا والاب والام بيختلفوا. ويعني احنا بنشكر معالي المستشار مجدي الادوش بتواصله مع والدة الدكتور ولاء زايد، والثناء الحسن اللي حدث ما بين الاثنين في صلب القضيه، ومفيش اي حاجه حصلت. ويا جماعه مش عاوزين نفتح مجال او نفتح او نواري باب لدخول الاعداء، لقد لان يمكن اهالي المتهمين ومحاميهم بيحاولوا ان هم يشتتوا انتباهنا، بيحاولوا ان هم يربكونا، بيحاولوا من خلال المنصات ان هم يشعلوا النار الفتنه ما بين المتابعين وما بين اصحاب المنصات والمحاميين. فاحنا بنقول لهم اسفين اسفين، مفيش حد يقدر يفرقنا، اسفين اسفين، ان شاء الله دايرين وسيرين في طريق واحد وهو الوصول لحق الدكتور ولاء زايد. انا اسف ان انا طولت في الفيديو، وان شاء الله عندنا بسات الساعه 9 مساء. يا ريت حضراتكم تشرفونا وما تنسونا في اللايك والاشتراك، ودمتم بخير، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.